الحوايج شي شويه شدوا لنا عندكم على الباريير، شدوا لنا شويه على الباريير عندكم. إذن شكرا للحاج عزوز الصافي جماعة ولاد عيسى ساكنة دار النوم. إذن ربما أن تنقول دابا اللي كانت حالة السكحلة ولا كانت تمشي ليها السرير، إذا كانت كل العمارة مليحة ولكن نقصوا شوية الباروخ ما يخليكم، حفاظا على السلامة ديالكم، حفاظا على السلامة ديال الفرس، حفاظا على السلامة ديال الجمهور. إذا غادي نخليو فرصة لصائقي الشاحنات ديال رش، فتحية لكل الشيفورات ديالنا. كنحب عزوزة الشاحنات ديال رش فيها في الخفاء لتهيئة هذا المحرك، لإعداد هذا المحرك، فكاين باش الفارية ديالو كل المعايير ديالو، لا على مستوى التجهيز ولا على مستوى الاداء،
فرصة مليحة إن شاء الله.